أنا محامي متخصص في القانون الإداري. نعم. نعرف أن الوظيفة العامة يا ما تكون دائمة أو مؤقتة. سامعني؟ نعم أسمعك. واصل. إنزين. الوظيفة الدائمة طبعاً بعقد دائم. الوظيفة المؤقتة بوقت الحاجة. صحيح. اختراع الساعات واختراع هذا أنا ما قرأت عنه ولا سمعت عنه في أي نظام إداري أبداً في الدولة. في أي دولة يعني. طيب. فكان يجب إنه يعرفوا من وين استورد، يعني يوضح الأستاذ سالم من وين استوردوا هذا النظام. عادة وظيفة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أساسها الأمان الوظيفي. وأعتقد إنه الكل يتفق إنه كل موظف يريد يلتحق بوظيفة عامة هو يجب إنه يضمن أمانه الوظيفي وأمانه المعيشي. وبالتالي الإعلام عن وجود ساعات عمل هذا ممكن حله مع كل وحدة إدارية على انفراد وفق حاجتها، وتعطى الصلاحية إنها توظف بعقود مؤقتة. الحين هذا اللي الحين نظام الساعات وضح الأستاذ سالم إنه يعني هذا قرار المؤسسات نفسها في تحديد احتياجاتها من عدد ساعات العمل في بعض التخصصات مع استمرار النظام السابق بالتوظيف وغيره. يعني من وجهة نظرك الأخ مهنا، لماذا تعتقد أنه هذا النظام مثلا غير جيد ولا أنه ما يخدم الشباب في هذه المرحلة؟ يا أستاذ، الكل يعلم أنه عدد الباحثين في تكاثر، عدد الباحثين عن العمل. نعم. فكل يعني باحث عن عمل لما يحتاج إلى وظيفة يحتاج إلى أمان وظيفي أساسا، إنه هو يكون مستقر في وظيفة. لكن هذه قد ما تعتبر وظيفة دائمة، هذه هو بدل ما يجلس ينتظر مثلا حتى يتتوفر لدرجة مالية وظيفة وغيرها من التعقيدات، قد يجد نفسه أمام عدد ساعات معينة ينفذها ويأخذ مقابل ويكسب خبرة، وفي نفس الوقت يستطيع أنه هو ينافس على الوظائف التي تعلن سواء في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص. معك في هذا الطرح، وأيضا أنا أوافق أنه قد تكون هذه فرصة، لكن هذا ما إنجاز. نحن عندنا عدد باحثين، عدد كبير، يجب أن يكون هناك حلول لتوفير وظائف للعدد المعقول في خطة معينة لتوظيفهم. يعني أنت... أما إن مسألة أنه الواحد يشتغل شهرين ويرجع للشارع، هذا ما أعتقد أنه حل. يعني أنت قصدك أنه يمكن ذا النظام يؤثر على عدد الفرص الوظيفية اللي تعلن، مثلا يقول لك والله إذا كنا نعلن قبل عن 30,000 نوفر 30,000 فرصة وظيفية في السنة، يمكن بسبب نظام العمل الجزئي بالساعات تتوفر 20,000. هل تقصد المخاوف مثلا موجودة؟ هذه المخاوف شيء مطروحة 100%. وهذه المخاوف أيضا بتخلي الباحثين عن عمل إنهم أساسا ما يفكروا في هذا الموضوع. اللي بيشتغل شهرين أو ثلاثة أو أربع شهور، فأعتقد إنه هو ما عنده أمل إنه هو تترسخ في ذاكرته إنه هو يستقر وظيفيا ويجد فرصة عمل. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أتكلم في ملاحظة يعني أعلنت عنها وزارة العمل، تدريب مقرون بالعمل في جهة عسكرية. طيب. سؤالي يعني كل الشركات العالمية والقوية في عمان ما وجدوا معهم فرصة إنه يسويوا هذا المشروع؟ يروحوا لجهة عسكرية يسويوا تشغيل مقرون بالعمل؟ الحكومة في الجهات العسكرية والجهات الحكومية اللي تريد تشغل فيها الناس يجب أن تكون الفرصة متاحة وواضحة. نعم. هذا في تباين في إجراءات وزارة لكن العمل. في المقابل مهنا، ليش ما تعتبر أنه التوسع في نوافذ توفير الفرص يعني يعتبر أمر جيد؟ يعني اليوم بدل ما نجلس فقط مثل السابق ننتظر درجات مالية من الجهات الحكومية، إذا توفرت تم التوظيف، إذا ما توفرت ظل الشباب بأي فرص. اليوم في نوافذ كثيرة، نظام العمل عن طريق ساعات العمل الجزئي، العقود المؤقتة، التدريب، التوظيف المدعوم من الحكومة، التوظيف وهكذا. يعني
ما أعرف وين الجانب اللي تعتقد أنا إنه أنا ما أعتبره جانب سلبي. أنا أعتبر إنه أول شيء يجب إن وزارة العمل توضح من أي نمط من الأنماط الإدارية استوردت هذه الفكرة. هي ما مسألة إنه كل واحد عنده فلسفة يحاول يطبق. لكن احنا نبغى الفائدة يجيبه حتى من الفضاء. يعني احنا ترى باغين الفائدة منه. إذا منا فائدة برأيي يعني وين مجيوب مجيوب ما مشكلة يعني صح ولا لا؟ أوكي صحيح. إذا ما منا فائدة إن شاء الله لو معتمدين على أرقى الجامعات وأرقى الأنظمة وجايبيننا من أي مكان بس ما منا فائدة ترى ما منا فائدة يعني نحن ما نريده. لكن احنا نقول لازم نتفق هل منا فائدة ولا ما منا فائدة. إذا منا فائدة ما مشكلة السند من وين يعني صح ولا لا؟ أوكي ما مشكلة أنا أتفق معك لكن الفائدة مو نسبتها هي. إحنا نريد الفائدة وكل شيء يفيد الوطن ويفيد المواطن ويفيد الباحث عن العمل نتفق مع هذا الطرح. نعم صحيح. لكن هي الفائدة درست في مؤشرات هنا السؤال. أي نعم أتفق أنا أتفق معك تماما يعني حتى أنا كنت أسأل كم المستفيدين. يعني كل واحد عنده فكرة ويسوي فلسفة ويجي يطبقها ويقروا احنا تعبنا من حقل التجارب ترانا. نعم. في كل أنظمة كل واحد عنده فكرة يريد يطبقها يعني الناس تراها ما تعبانة من حقل التجارب هذا. في كل حاجة نعيش حقل تجارب. الحمد لله الوطن بخير والحكومة وجلالة السلطان نأمل فيه الخير الكثير للوطن هذا. لكن ما يجب انه يعطى لمسؤول انه يحط المواطنين والجهات هذه في حقل تجارب. عادي هذا الموضوع كان ممكن حله انه تعطى الوزارات والجهات الحكوميه صلاحيه التعاقد مع 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 الحاجه في في سد ثغرات العجز في العمل بعقود. زين انت الحين ما تعتقد انه من السابق لاوان الحكم على التجربه قبل بدايتها حتى؟ موجوده هذه التجربه يا سيدي وانا كنت موظف في الحكومه واعرف هذه التجربه انه كانت في عند الحاجه يتم تعاقد مع موظفين بعقود سواء سنويه لحاجات عمل معينه ويتم انهائها. المشكلة التخوف عندهم دائما هم انه يقول لك هذا الموظف يمكن طالب بتثبيته في الوظيفة. هذا ما شرط. نعم ما شرط ابدا. لا يمكن انك انت يعني تتوقع حاجة إلزامية وموجود عقد عمل مؤقت. نعم طيب. لكن عند الضرورة وعندما اعلان الوظائف كانت هذا هؤلاء الموظفين يتنافسوا على الوظائف المطروحة وأكثر منهم تعينوا يعني لأنهم اكتسبوا خبرة وأيضا المسؤول المباشر ما اللي تحت إشرافه كان يوصي أنه هذا الناس خلاص ممكن تعينهم لأنهم أثبتوا كفاءتهم. أما مسألة اختراع كل مرة موضوع فهذا الأمر يعني أصبح يعني ما النتيجة المتوقعة من هذا. أنا أريد إنه المسؤولين في وزارة العمل يعني يوضح النتيجة المتوقعة من هذا الأسلوب. نعم طيب. من أين استوردوا هذا النظام؟ طيب يا مهند شكرا شكرا جزيلا لك على الله يسلمك يعطيك العافية على البرنامج الطيب. الله يسلمك بمتابعتكم ومشاركاتكم ونشكرك يعني يبدو أنك سمعت وحبيت أنك تضيف يعني مداخلة تفضل. اي نعم والله هو الموضوع اللي هو الدوام الجزئي هل هو يحل هل هو مشكلة التوظيف أو لا؟ طبعا الجواب معروف لا. لكن هل يساعد للشباب أنهم ممكن يكون كنظام تدريب نأخذ من هالجانب؟ نعم لمدة سنة الشخص هذا راح يكون له مقابل مبلغ ويكون في جهة حكومية يتدرب من خلالها بعد ذلك يكون كفو لأن أغلب القطاع الخاص يسألون على الخبرة فهل عندك خبرة ولا ما عندك خبرة. إذا هذه السنة اللي قضاها أكيد راح يكتسب خبرة بعد ذلك إن شاء الله راح يحصل مكان ثاني خبرة في جهة أخرى يتركز عنده اللي هو مثل ما يقول تسويق ذاتي أن الشخص هذا راح يتمكن أنه بنفسه يقول أنا جاهز لسوق العمل. إذا خلنا نأخذها من هالناحية ولا نأخذها أنه والله هل هو يحل التوظيف أو لا يحل التوظيف
هذا موضوع ثاني. لكن هل يساعد؟ نعم يساعد، وأعتقد أن القانون كان فعلا جيد وممتاز من وجهة نظري. نعم، كان هناك يعني مخاوف، يمكن تأكيد سمعت بعض المداخلات، وكان مهنا يقول بما أنك أنت مهتم في هذا الجانب الأستاذ خالد، كان يقول هل هذه يعني تجربة جديدة حتى عالميا، يعني ما سمعنا أبدا بهذا النظام، يعني من خلال اطلاعتك ومتابعتك هل توجد تجارب لهذا النوع من الأنظمة في أنظمة التوظيف والتشغيل؟ ما بنقول الحين التوظيف، في مسألة التشغيل يعني بساعات وغيره. نعم نعم موجود، والشخص هذا ممكن يتأكد، كنت في أحد السفرات في سنغافورة اللي موجودين في ماكدونالدز، هم عبارة عن طلبة متوظفين جزئي فقط ساعات معينة يحصلون منها مقابل ويكملون دراستهم. الموضوع حتى هذا في السلطنة، حتى في السلطنة عندنا القطاع الخاص بعض الشركات استخدم مثل هذه الأساليب. اليوم نجد هذه التجربة كذلك موجودة في القطاع الحكومي بوظائف في مجالات مختلفة. إذا نفس الشيء فعلا فعلا هذا كلامك يؤكد الشيء، أن فعلا أن يعني فكرة طيبة، ودائما النتائج تأتي بعد العمل. الحين أنت تقول خطط، نعم خططنا وعرفنا أن هذا الموضوع أو هذا القانون راح يساعد. هل راح يساعد 90% 50%؟ ما راح نعرف إلا من جرب هذا المشروع، صح ولا لا؟ صحيح. أي مشروع يكون له تخطيط، لكن بعد ما تبتدي العمل راح يبين. نعم 50% من المشروع راح يبين هل هو مجدي ولا ما مجدي. مجتمعنا غير عن مجتمع الدول الأوروبية، غير عن مجتمع أمريكا. لكن احنا نقول ان هذا القانون يجب ان نجازف، يجب ان نحاول ان نبتدي في بداية، بعد ذلك نقيم هل هو ينفع لنا ولا ما ينفع لنا. اما موضوع ان احنا فيران تجارب ولا ما فيران تجارب، او اشخاص يجون بأفكار، نعم أشخاص اللي يجون بأفكار ويحاولون يطبقونه، لكن متذبذبات السوق والاقتصاد الحروب غير 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 صعوبات راح يواجهك، بيقول لك هالقانون هذا لازم نعدل فيه لأنه ما ينفع، طبقناه وما صار. فهي مش مسألة فيران تجارب أو غير من وجهة نظري، فلازم نخوض هالتجربة وبعد ذلك نقيم. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد، يعني أثريتنا حقيقة بهذه المداخلة وهذه المشاركة من شخص مختص ومطلع في هذا المجال، شكرا جزيلا لك. مساء النور أخ عبد الله. يا مرحبا وسهلا وحياك الله. حياك الله. من معنا؟ معك سلطان البطاشي. سلطان البطاشي، يا مرحبا وسهلا في أخوي سلطان، حياك الله. حياك الله أخ عبد الله. الله يسلمك، تفضل. فقط معي طروحة بخصوص موضوع ساعات العمل، تعيين ساعات العمل. نعم. هي فكرة، الفكرة اللي طرحوها بعض الأخوة اللي سبقوني في الاتصال. بعضهم تحدث عن ان موضوع حق التجارب وهذا الكلام، واللي الشخص اللي رد عليه انا حقيقه بين الرايين، يعني فكره بان يكون يعني في تجارب، حق التجارب هذا شيء جيد للحكومه الطرحه، لاني محتاجين هذا الموضوع، محتاجين لتجارب، لاني في السابق كان فقط تجربه واحده، نموذج واحد، موضوع الساعات العمل وكذا قربت في السابق ولكن باسلوب مختلف، وهذا الأسلوب الحالي ربما مثل ما ذكر أحد الأخوة بأنه راح يفيد من خلال أن يعطي الشباب خبرات ربما راح تساعدهم في المستقبل في الحصول على وظيفة، يعني مثل ما ذكر هو الأخ أنه راح يكون شركات تطلب بعض الخبرات، ولكن نتمنى أن ساعات العمل هذه أو التجارب اللي راح يخوضوها راح تساعدهم بأن يحصلوا تجارب عمل. اللي حصل في السابق أنه ما للأسف الشديد يحصلوا ساعات العمل، ولكن تعرف انت المجال الوظيفي كون احنا موظفين حكوميين نعرف بان نسبه اللي راح يشتغلوا في العمل يعني من تعيين 100 ربما 5 اللي راح يشتغلوا اللي هو بالطريقه المطلوبه. فلو تحدثنا مثلا في مجال المحاسبه، في مجال الاكاونتنج وهكذا، هذه محتاج لها سوق عمل بكثافه، ولكن للاسف بعد فتره من الفترات نحصل ان الجماعه اللي حصلوا ساعات العمل هذه ما اكتسبوا الخبرة اللي يفترض اكتسبوها. فالمسألة ان هي مسألة التوازن، لان الحين احنا نشتغل في موضوع حق خطة التوازن اللي طرحها السلطان هيثم. فهذه الخطة يفترض تكون موازية مع موضوع العمل، بان في توازن فعلا. يعني انا ليش اعينهم بالساعات؟
ربما راح تستفيد من الحكومة لاحقا تعينهم تعين يعني بشكل كامل أو أن تستفيد من جهات أخرى. فأنا أعمل توازن في الساعات هذه العمل، على الأقل أعمل بين فترة والثانية دراسات، هل فعلا الجماعة اللي تعينوا بساعات العمل هذا جالسين يستفيدوا من ساعات العمل أو أن هي فقط بس على أساس يعني قصدك سلطان أنها تقيم التجربة؟ يعني إحنا دخلنا اليوم عندنا على فكرة إحنا عندنا كإجمالي 1,000,000 ساعات عمل، المرحلة الأولى منها أكثر من 300,000 ساعة عمل. نقيم هذه التجربة مرحليا ونشوف يعني مدى استفادتنا ومدى قدرتنا على تطويرها وإيش هي مخرجاتها، وحتى مسار الأشخاص اللي يتوفقوا في الحصول على فرص لساعات نشوف إيش مسارهم بعدين، يمكن هذه مدتها 3 أشهر ولا 6 أشهر ماذا بعد وغيرها. يعني التفاصيل هو فكرة التقييم يفترض تكون بشكل يعني منتظم بفترة معينة، مش بعد ما تنتهي التجربة، لا تكون أثناء التجربة. صحيح. تكون فترة تقييم للتجربة نفسها. صحيح. صحيح. لأن أحيانا نحصل قصور في التجربة نفسها ويحتاج أغذيها بأساليب معينة، يعني أغذيها بأمور تساعدها على أساس أني أنا المخرج منها. نعم. وتقييمها في الآخر، لأن حتى احنا نشوف مثلا في العلاج أثناء العلاج، يعني في شخص مثلا متعرض لإصابة معينة أثناء العلاج يتم تقييم مسألة النجاعة في العلاج هذا، هل هي استفاد منها، يحتاج تكليف شيء معين، يحتاج زيادة قصور شيء معين، يحتاج أعالجة وهكذا يعني. نعم، شكرا لك يا سلطان، ونتمنى فعلا التوفيق لهذه التجربة بحيث أنها تعود بالنفع إن شاء الله على شبابنا ويستفيدوا من أكثر من نافذة توظيفية أو تدريبية أو حتى من خلال نظام العمل.